يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم يا شباب؟ وإن شاء الله بخير ورمضان مبارك علينا جميعا إن شاء الله تعالى. نفك هذا الجهاز، شايفين أثر حرق هون، هذا الدخل. ريوست 3199. يا إلهي، هذا الترانزستور عائلته كانت كريمة، ما أعرف إذا لحد الآن حافظين. لا طبعا، إجي التقليد منه اللي ما بيشتغل أبدا. بس لكن هلأ رح نشوف هذا إذا كانوا فعلا حاطينه أصلي إلا لا. هذا الأصلي منه ممتاز جدا يا شباب، جدا جدا. هلا نعمل له فحص ونشوفه. طبعا ما في حاجة للتجريب لأنه مضروب، الفيوزات كلها مضروبة والترانزستورات بعضها مدخن مثل ما شفنا. يا رب. شوفوا هذيك القطع، هذا السلك مقطوع، خلينا ننظف مباشرة لأنه بدنا خلص. يا رب. نفك الكل أفضل حتى نعمل قياسات. نزلكم اياه كمان اليوم قبل الافطار مثل امبارح، نشوف تيسير الله. خلصت فك. الترانزستورات نعمل لهم فحص. كل شيء واضح، هذا مضروب تمام، كمان مضروب. مضروب كله كأنه هذا شغال.
الوحيد اللي شغال. ليش ضل لي شغال يعني؟ حطينا عجلنا. ألقي نظرة على شريحته. أي والله، أي والله. طبعا هذا ما نقول الأصلي، لكن والله إنه جيد جدا. أي والله. لما قلت سابقا، أنا الشريحة مو بكبرها هيك، بحجمها، مو بس بحجمها، بسماكتها كمان. يعني شريحته إيه بالله إنها محترمة. وأسافي هيك ترانستور ينضرب، صايرين شوي عم يحترموا. وبيبعتوا قطع كويس جيد. خلينا يشوف هذا الخرج. يعني سبحان الله كله 1500 بيجيني. ليش ما انتبهت غير هلق انه اكثره بيجيني 1500؟ شغال مضروب، مو من طيب انضرب الدخل، مو من طيبه يا شباب، والله مو من طيبه. والله الخرج وقت بدي انضرب، بدي يضربه للدخل مهما كان. لا مو مهما كان اصلي، لانه بتكونوا اصلي تختلف الامور. اثنين وعشرين ان خمسين. يا قوي. كله نفس بعضه. نفحص، بس انا ما بدي افحص هلق لبعد ما ركبت، بدي اخلص.
ما زال أمامنا فرصة للتسجيل بالدورات بخصم 25% على الدورة، فأي واحد منكم بيحب يسجل أهلا وسهلا فيه، يعني الخصم محترم. راح أترك لكم بالوصف رابط مجموعة الواتساب للاشتراك في الدورات، تدخل على الرابط، بس ضغطت عليه تدخل على المجموعة بتتواصل معي إذا شاء الله تعالى. هيك بالطريقة هاي من لحم وكأنه ما حدا فكه قبل المرور. طبعا شفته امبارح في الفيديو السابق كيف نظفناه، ما في داعي، خلاص ما في حاجة هلا نضيع وقتنا. طيب قبل ما نركب الدخل خليني افحص انا مشان الخطوات اللي بتكون تتبعوها انتم. الملقط هذا بلا صار في مشكلة، استخدم باور الثاني. نعم أهم شيء انتو تكونوا مركزين معي والباقي سهل. خمسة اوه ريحنا. امبارح الانفرتر اللي مثل هذا كان هيك شوية معصب، لاحظت انه مباشرة الزمور بيزمر، فالموضوع طبيعي يعني ما تفكروا كثير بالموضوع. سوي كان شوية معصب، راح اعمل فحص للمقاومات 10 اوم. تمام هلا بقول لي واحد ايه بدي عصب، يعني عم نمزح. الله لا لا لا، هون في مفاجأة بالموضوع، هون في مفاجأة يا شباب. المقاومات منها 10 اوم، مقاومات 33 اوم، في هاي مطيرة قيمتها شوي. هذول التنتين ففي تغيير عملوه هنون لحتى غيروا قيمة المقاومة. طبعا حديث هذا عم يحدثوا، ونفس الشكل نفس البورد نفس المبدأ يعني، بس لكن ها بيعملوا تحديثات، فبدنا نغير دول مقاومتين متغيرة قيمتهم
المقاومتين قريبات من القيمة، و 33 أقل بس لكن القيمة قريبة جدا. هلق نفرجيكم المقاومة. تمام، هي قيمة المقاومة مغيرينا. طبعا ما بدها يروح هيك عبث في حسابات لحتى عملوا هذا التغيير. معدلين عليه فكرة، على فكرة يعني فعلا معدلين على الجهاز، في تعديلات مهمة صايرة بالجهاز هذا. أكيد لاحظتوا التعديلات واضحة بالعين، واضحة يعني مجرد إنك تشوف ودقيق شوي بتشوف التعديلات اللي صايرة بهذا الجهاز. المتابع والمهتم بيعرف التعديل مباشرة، راح يكتشفه.
هيك خلصنا؟ لا نضل بدنا نقيس المقاومة هون، وهذا الديود بهالشكل هذا. هلا بقول لي واحد، خلينا نشوف. اذا انت ما بدك تعرف تقيس الديود او المقاومة، فهي الشغلة ما لها شغلتك معناتها. هلا بنشغل نشغل ومنقيس ومنحمل. هذا الملقط طبعا بيعملنا مشاكل. هلا بنستبدله بعد شوي. وين عم بقيس انا؟ قيس على الأوم، هاي 233، هاي 28. طفي لمبة ومشغل لمبة. تمام، هاي الإنارة عم تتغير، وهذا الشور. هيك بنكون انتهينا بإذن الله. بنقول لكم السلام عليكم.